أهلا بكم. في الفيديو الأخير أوجدنا كيف ننشئ متجه الوحدة للسطح، وبهذا الآن نستطيع أن نعيد استخدامه في تكامل السطح الأصلي. لنحاول أن نبسطه قليلا، أستطيع حساب هذه الأشياء وأيضا نفكر بطرق مختلفة لتمثيل هذا النوع من التكامل السطحي. إذا فقط عوضنا ما وصلنا له مع المتجهات المتساوية، متجهات متساوية أحادية هنا، ستحصل على إذن هذا مرة أخرى تكامل السطح لـ F، تكامل السطح لـ F، كل هذه العبارة هنا، وسنكتب هذا بالأبيض. إذن هذا لا يأخذ مني وقت طويل. إذن المشتقة الجزئية لـ R بالنسبة لـ U ضرب تقاطعي للمشتقة الجزئية لـ R بالنسبة لـ V على القيمة لنفس الشيء. المشتقة الجزئية لـ R بالنسبة لـ U ضرب تقاطعي المشتقة الجزئية لـ R بالنسبة لـ V. والآن لقد عبرنا عن ds الكثير، ونحن نعلم أن هناك طريقة أخرى لكتابة ds، تحدثنا عنها في العديد من الفيديوهات الماضية عندما بدأنا استكشاف تكامل السطح. ونحن نعلم أن ds، نحن نعلم أن ds يمكن أن يمثل كالقيمة المطلقة للمشتقة الجزئية لـ r بالنسبة لـ u ضرب المشتقة الجزئية لـ r بالنسبة لـ v du dv. وبوضوح du dv يمكن أن تكتب dv du، ويمكن أن تكتب da كتمثيل عن المساحة على المستوى uv أو في مجال uv. وحقيقة منذ الآن هذا التكامل بعبارات uv لم يعد يأخذ تكامل السطح، وكان يأخذ التكامل المزدوج على طول مستوى uv. إذن نستطيع القول منطقة uv، إذن سأقول r وأعتبر أن هذه منطقة في مستوى uv، والتي نفكر فيها هم من المحتمل عبارات ضخمة، وهم بإمكاننا أن نبسطهم الآن حيث أنها مقسومة على القيمة المطلقة للضرب التقاطعي لهذين المتجهين، ومن ثم مضروبة بالقيمة المطلقة للضرب التقاطعي لهذين المتجهين هنا. وهذه الكميات القياسية، أنت تقسم على شيء وتضرب بشيء، كما أن نضرب أو نقسم على واحد، إذن هذين الرمزين يلغيان، والتكاملات تبسط إلى التكامل المزدوج على طول المنطقة المتطابقة مع المنطقة في مستوى اليو في، F في مجال المتجه ضرب نقطي مع هذا الضرب التقاطعي، هذا يعطينا متجه هنا، وهذا يعطينا متجه، وهو حقيقة يعطينا متجه وحدة متساوي، ومن ثم نقسم على قيمته المطلقة وسيعطينا اقتران وحدة متساوي، وهذا يأخذ الضرب النقطي لـ F مع المشتقة الجزئية لـ R بالنسبة لـ U ضرب المشتقة الجزئية لـ R بالنسبة لـ V du dv. دعونا نتدرج قليلا du dv، وستشاهد في قليل من هذه الفيديوهات ستشاهد الكيفية التي نحسب بها هذه الأشياء. إذا كان لديك أولويات يمكن أن تأخذ كل شيء بمفاهيم التكامل المزدوج بعبارات uv. هذه الطريقة الآن آخر شيء أود فعله هو أن أكتشف طريقة أخرى، والتي سترى فيها التكامل السطحي يكتب هكذا. إذن هذا الجزء بطريقة مختلفة، وهذا سوف يعطينا المزيد من البديهية حول هذا الشيء. أنا سأعيد كتابة هذا الجزء هنا، وسأستخدم تقريبا رموز مختلفة، آمل أن يجعلك أكثر إدراكا. إذن المشتقة الجزئية لـ R بالنسبة لـ U يمكن أن تكتب هنا، المشتقة الجزئية لـ R بالنسبة لـ U ضرب تقاطعي
سأمحو هذه وأكتبها هكذا. إذا الضرب التقاطعي لهذا مع المشتقة الجزئية لـ R بالنسبة لـ V، إذا تغير صغير جدا في متجه R. إذا هذا الرمز يعطينا التغير الصغير في V، تغير صغير جدا في المتجه يعطينا التغير الصغير في U، ومن ثم سنضربه بـ DU DV ونضرب هذا ضرب DU DV. والآن DU وDV هي مجرد قيم قياسية عندما هذه صغيرة، إذن يمكنك أن تستخدم القيم غير المتجهة، وفقط نستخدم القيم القياسية. يتضمن إذا كان لديك A ضرب B ضرب بقيمة قياسية ما، لا أعلم، فلتكن X. يمكنك كتابة هذا ك XA ضرب B، ويمكن كتابة هذا هكذا A ضرب XB. القيمة القياسية هي مجرد رقم، ويمكن القيام بنفس الشيء هنا. يمكننا إعادة كتابة هذا حيث يمكن أن نضرب DU مع المشتقة الجزئية بالنسبة ليو، وكذلك الأمر نفعل مع DV، وبهذا سنحصل على المشتقة الجزئية لـ R بالنسبة لـ U ضرب DU، إذن ضرب هذا القياس. إذن هذا المتجه سيضرب بالضرب التقاطعي مع المشتقة الجزئية لـ R بالنسبة لـ V. المشتقة الجزئية لـ R بالنسبة لـ V DV. الآن هذا يبدو كرموز وكأنه شيء مختلف، لكن هذا بالضرورة عندما تأخذ المشتقة الجزئية. هذا الاقتران المتجه يعرف هو اقتران لمتغيرات متعددة، وهذا سيأخذ المشتقة بالنسبة فقط لواحد من المتغيرات. إذن هذا يمثل كم التغير في R عندما يكون تغير بسيط في U، لكن هذا أيضا تغير صغير لا نهائي هنا. وبهذا هم مختلفون بشكل بسيط في الترميز، إذن هناك اختلافات بسيطة حسابيا، ولهذا السبب تكتب بطريقة مختلفة. هذه بالضرورة نفس القيمة، إذن إذا قسمنا على شيء ما وضربنا على نفس الشيء القيمة ستلغى. ضربنا بشيء وقسمنا على نفس الشيء نستطيع أن نلغي القيمة. والآن سنحصل على التغير في R، وهذه المعلومة الأخيرة باتجاه U هنا. إذن التغير في R باتجاه U هذا مجرد تغير، هذا مجرد كم التغير في R، هذا ليس المشتقة الجزئية لـ R بالنسبة لـ U. هذا هنا كم التغير في R، تعطى لكل وحدة تغير لكل تغير صغير في U. هذا مجرد التغير في اتجاه هذا، كم التغير الصغير اللانهائي الذي يتغيره R. إذن هذا التغير في R بالنسبة للتغير في U ضرب الضرب التقاطعي مع المشتقة الجزئية لـ R في اتجاه V. هذا يرجعنا إلى المظهر الأصلي للتكامل السطحي الذي نتكلم عنه. دعونا نرسم السطح هنا. إذن هذا هو السطح. إذا رسمت سطح ولكل تغير صغير هنا، إذا أخذنا فقط التغير
في آر سيستمر في هذا الاتجاه، إذن هذا الشيء يبدو هكذا، وهذا حقيقة المسافة المتحركة على السطح، لأن هذا مجرد إذا لم تتذكر هذا ليس مشتقة التغير. إذن هذا التغير الصغير على طول السطح هنا، وهذا التغير الصغير عندما تتغير V، إذن هذا أيضا تغير على طول السطح. عندما تأخذ الضرب التقاطعي لهذين الشيئين ستحصل على المتجه، ستحصل على متجه مساوي للمساحة، إذن هذا مساوي للمساحة normal to the surface، وقيمته عند الضرب التقاطعي قيمته تساوي المساحة التي تعرف بهذين المتجهين، إذن القيمة هي القيمة تساوي المساحة magnitude is equal to the area. بالرجوع إلى السابق، عندما إن متجه الوحدة ضرب دي اس، وبهذا سيكون بالرموز يمكن أن نطلق على هذا. هذا نوع من دي اس، هو مجرد مظهر متجه لدي اس. هذا هنا مجرد المساحة، هذه مجرد قيمة قياسية. الآن لدينا المتجه الذي يمثل من السطح، لكن قيمته هي نفس الشيء مثل دي اس التي نتكلم عنها. هنا نستطيع أن نطلق على هذا دي اس ونبقي التغير هنا، هذا متجه الآن، إذن نطلق عليه دي اس مع رمز المتجه الصغير فوقه، إذن هذه دي اس القياسية والذي يتعلق بالمساحة العرض. بهذه الطريقة نحن فقط سنبسط هذا الشيء كله. نعم، هنا التكامل الكلي السطحي، تكامل السطح يمكن أن يكون مثل هذا، يمكن إعادة كتابته كالتكامل السطحي. هذه إشارات التكامل المزدوجة، تكامل السطح ل F، وكما قلنا متجه الوحدة ضرب القيمة القياسية والتي تمثل المساحة. والآن نستطيع أن نطلق على هذا المتغير الاتجاهي DS، وأنا كنت واضح هذين شيئين مختلفين، هذه متجه، هذا حقا ما نتكلم عنه. هذا هنا F ضرب متجه الوحدة، إذن هذه الطرق الثلاثة ستمثل نفس الشيء، وسياق الكلام المختلف يعطينا أشياء مختلفة. هذه هنا تمثل واحدة من العمليات والتي ستستخدم بشكل متكرر لحساب هذا التكامل السطحي. إلى اللقاء.